أعلنت الحكومة العراقية أنها قررت إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت إثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها. وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن مجلس الأمن الوطني قد قرر في اجتماعه إعادة التفاوض بشكل كامل مع جمهورية روسيا الاتحادية بشأن شراء السلاح منها.